السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد حيدا عن قناة صوت المهاجرين في كندا في حلقة جديدة من حلقات الهجرة والمهاجرون. هذه الحلقة ما تختلفش على الحلقات السابقة، حلقة غتكون غنية بمجموعة من المعلومات اللي كتهم أي واحد عنده الرغبة في أنه يهاجر لكندا. فمن خلال هذه الحلقة غنتحدثوا على واحد المقاطعة، هي مقاطعة صغيرة. هذه المقاطعة هي نيو فاوند لاند اند لابرادور، مقاطعة صغيرة تحتاج مجموعة من المهاجرين باش يهاجروا إليها، لكن هناك مجموعة من الشروط، مجموعة من المعلومات اللي غتشوفوها من خلال هذا الفيديو. لكن قبل أخوتي ما نبدأوا هذه الحلقة، ما تنسوش الاشتراك، الإعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائدة، دون نسيان الضغط على زر الجرس حتى يصلكم جديد هذه القناة اللي مازال كتسنى الدعم ديالكم. صفحة الفيسبوك مازال كنتظركم فيها، مو تي في صوت المهاجرين. بالنسبة للإنستغرام مو تي في 79 كندا 79، هذه في الإنستغرام. فمرحبا بكم خوتي، اي نوع من الاسئله، اي نوع من المعلومات اللي باغين تحطوها في القناه ديالكم اللي كنعتبرها قناه ديالكم، فمرحبا بكم، بقاو معايا. فبطبيعه الحال هناك مجموعه من الشروط. اهم شرط بالنسبه للناس اللي دائما كيسولوني على السن في هذه المقاطعه، زائد المقاطعه تاع نوفو سكوتشيا ادوارد، فهذه المقاطعة الثالثة اللي محددة السن 59 سنة، فالسن محدد ما بين 21 سنة 59 سنة. الجديد في هذه المقاطعة هو الايلس اللي محددة هذه المقاطعة، الايلس 4 في جميع المستويات اللي غادي سبيكينغ ولا ليسنينغ ولا ريدينغ ولا رايتينغ. ولكن في بعض المهن اللي كما كتعرفوا كما قلت لكم من قبل، فكندا مقسمة المهن هنا إلى أربعة أقسام، صفر A B C D. فهاد المهن تاع C و D فهي اللي طالبة الايلس تاع ثلاثة، الايلس أربعة. فغادي نعطيكم، نخلي لكم واحد اللينك باش تعرفوا، كل واحد يعرف النوك، كيتسمى النوك اللي هو التقسيم تاع المهنة ديالو، يعرف المهنة ديالو في أي مستوى كاينة، واش صفر ولا A ولا B ولا C ولا دي. ثالث هام هو الفاوند اللي هو الحساب البنكي. فكما حطيت لكم مجموعة من المعلومات، غنحط لكم الرابط تاع الفون تاع الحساب اللي شحال خاصو يكون عندكم في الاكونت، زائد تكون عندك النية انك تعيش في هذه المقاطعة، المقاطعة صغيرة جدا. خامس شيء خاصو يكون عندك عرض عمل. مجموعة من الاخوان ملي كيتسمعوا عرض العمل كيقول لك لا هذه مستحيله، فخوتي راه صعيبه، مجموعه من الناس لقوا عروض عمل، اتصلوا بي مؤخرا وقالوا لي بانهم وجدوا عرض عمل. فخوتي غنخلي لكم هذا الموقع، هذا كارير سيت اللي تدخلوا ليه، تحط اسم مقاطعه وغتلقى باذن الله عرض العمل. فاي واحد عنده شي سؤال على هذه القضيه هذه فيتصل بي عبر الايميل ولا الناس اللي عندهم الواتساب ديالي. فمرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم على في اي تساؤل. غير للاشاره خوتي، واحد الاخ اللي ما كنعرفوش كيدخل الصفحه ديالي كيحط ان اللي باغي عقود العمل، اللي باغي اي معلومه على الهجره، فهاد السيد ما كنعرفوش كيدخل القناه ديالي على اليوتيوب وكيوضع هذه ما هي مره ما هي جوج. فخوتي الحذر ثم الحذر، كاين مجموعه من النصابين اللي كيدخلوا للقنوات وكيحطوا مجموعه من الاشهارات، كيحط الرقم تاع الهاتف، فحذاري. فالاسبوع اللي فات كانت واحد الاخت اتصلت بيا وعطاتني الكونترا اللي تبين انها مزوره، اتصلت بالشركه هنايا في كندا وخصوصا في الكيبيك، فتبين لي ان هذا العقد مزور، والسيده قالت لي شكرا انك اتصلتي وسولتي. فمجموعه من الناس كيتصلوا بهاد الشركه باش يتاكدوا. فاخوتي نفتح قوسين للناس المشاهدين تاع قناه صوت المهاجرين في كندا، خوتي اياكم ثم اياكم انكم تبعتوا شي وثيقه ولا الاموال ديالكم لاي شخص ما،
فالان ولاو كيقلبوا على العنوان تاع اي شركه كاينه في كندا وكيحطوها يحطوا العنوان كانه هاد الشركه موجوده. فانت ملي كتدخل جوجل كتبان لك الشركه لكن رقم الهاتف هو اللي خاصك تشيكي. فلما كنتصل انا مرارا وتكرارا كنتصل بالشركات هنايا فكنوجد بان هاد الشركات وهميه وكيبيعوا الوهم لعباد الله. فحذاري خوتي والله يوفق الجميع. خوتي دابا غندخل الويب سايت ديال المقاطعات نيو فاوندلاند اند لابرادور وغنعطيكم جميع الحيثيات المتعلقه بشروط كيفيه القبول الاستماره نخليها لكم في صندوق الوصف. تسناوني ما تمشيوش بعيد. إذن السلام عليكم من جديد. كما كتشوفوا هذا هو الموقع الرسمي ديال هذه المقاطعة الصغيرة اللي كتسمى نيو فاوندلاند اند لابرادور. هنايا المحور اللي غنهضروا فيه في هذه الحلقة كما قلت لكم هو المحور ديال العمال المهارة. كاين هذه المقاطعة هي فيها هذا المحور هذا. فكاين مجموعة من الشروط اللي كما قلت لكم غنتعرفوا عليها. هنايا الابليكيشن قبل ما ندخلوا الابليكيشن ملي كتبغي تدخل الابليكيشن كاين ابلاي تو سكيلد وركر اونلاين. فهاد الاستماره كتملى عبر الانترنت كما قلت لكم قبل من هاد الشيء ولا بد ما نعرفوا اشنو هي المتطلبات باش تقبل في هذا البرنامج ديال العمال المهاره. اول شيء هو يكون عندك عرض عمل ولا فول تايم جوب يعني بدوام كامل عمل بدوام كامل في هذه المقاطعة. كما دائما غنتكلم على هذه النقطة كيقولوا الناس انك صعيب انك تلقى عرض عمل لكن ليس بالمستحيل ديما كنقولها ليس بالمستحيل انك توجد عرض عمل في هذه المقاطعة او المقاطعات الاخرى. حطيت لكم الموقع ديال كارير سيت اللي من خلاله يمكن تلقى عرض عمل بالبحث. كتحط المقاطعة تحط المدينة وتحط المهنة ديالك ويمكن تلقى عرض عمل في هاد المقاطعة ولا في أي مقاطعة. ثاني شيء هو يكون عندك المهارة ولا تدريب في نفس العمل اللي بغيتي أنك تأخذ فيه عرض عمل ولا توجد فيه عمل. ثالث شيء وهذا هو الأهم ولمجموعة من الناس كيسولوني على السن، فالسن في هذه المقاطعة ما بين 21 سنة تل 59 سنة. نعم تل 59 سنة وهذا موقع رسمي خاص بالمقاطعة. هناك كما شو ثلاث مقاطعات محددة السن تل 59 سنة هي مقاطعة نوفو سكوتشيا، مقاطعة إدوارد، وهالمقاطعة الثالثة اللي هي نيو فاوندلاند اند لابرادور. الرابع شيء هو خاصو يكون عندك ترخيص بالعمل على الاقل 4 اشهر قبل ما تبدا في الاستماره. تكون عندك النية والقدره انك تعيش بدوام في هذه المقاطعه. كيفاش غتكون انك تبين بانك غادي تعيش في هذه المقاطعه؟ فمن خلال عرض العمل يمكن لك تشترط على المشغل انه يعطيك عرض عمل بسنتين او 3 سنوات. هنا كتبين بان انت باغي تبقى في هذه المقاطعه وما غاديش تبدلها. بالنسبه للفوند او الحساب البنكي فنفس المعلومات اللي عطيتها لكم في الانتري اكسبريس عطيتكم الموقع باش تعرفوا انطلاقا من شخص او عائلة تتكون من 7 اشخاص. شخص تقريبا كتكون 12690 دولار تقريبا. وكل ما كيتزاد عدد الافراد تاع العائلة كل ما كيتزاد الفون اللي خاصو يكون عندك في الحساب البنكي. بالنسبة للغة ما كيطلبوش شي لغة كبيرة، كيطلبو CLB4 في هاد النوك سي ودي يعني سي ودي الانسان اللي عنده هاد النوك هذا مجموعة من المهن كاينين في هاد النوك. وفي فيديو اخر غادي نتحدث لكم على كيفاش كندا كتقسم المهن لمجموعة من المستويات. كما كنقول لكم دائما 0 ا
بي سي ودي. بالنسبة لهذه المقاطعة طالبة سي ال بي 4 بالنسبة للسي ودي. هادو هما أهم الأشياء اللي خاص الإنسان يركز عليهم بالنسبة للمتطلبات باش يكون مقبول في هذه المقاطعة. ما غتكونش مقبول في ضمن هذا البرنامج كما كنعرفوا الا كان عندك البوست جراديت وورك بيرميت، هذا اي واحد كيقرا كياخذ واحد ديبلوم عنده واحد الرخصه باش يشتغل. فبالنسبه للناس اللي عندهم هذا البوست جراديت وورك بيرميت فهما غير مقبولين في هذا البرنامج ضمن الانترناسيونال ستودنت اللي خادوا واحد الدبلوم. اذا كان عندك بطبيعه الحال اي ملف في اي جريمه فما غتكونش مقبول، ولا يكون عندك شي حاجه شي مشاكل في الحضانه ولا اي مشكل تاع الاولاد فانت غير مقبول ضمن هذا البرنامج. هذا خاصك ميك شور تاكد بان الباسبور والاوراق تاع الترخيص بالعمل ما مستوفينش الاجل ديالهم. مجموعه من النقاط اللي كاينين هنا، فلا كان عندكم اي سؤال او استفسار عطاوكم حتى التليفون الفاكس والايميل، يمكن تكتب ايميل لهذه هو الايميل تاع المقاطعه، ويمكن لك تاخذ اي معلومات ما مفهوماش، ويمكن لك بطبيعه الحال اي حاجه ما فهمتهاش في هذا الفيديو يمكن لك تعطيني سؤال او اي استفسار ويمكن لك نجاوبك كما كنجاوب الجميع. ثاني نقطه، كيفاش كيتخاد لا ديسيزيون يعني القرار بانك واش مقبول ولا لا. فهنا مقسمين لثلاث اقسام. الاولى كاين واحد الموظف تاع الهجره اللي كيسكاني الابليكيشن ديالك الاستماره واللي كتاخذ من يوم حتى لثلاث ايام. كاين هنايا ريفيو ديال الابليكيشن ديالك من 4 ايام حتى 20 يوم، والفاينل القرار الاخير فهو ما بين 21 حتى 25 يوم. هنا كما كتشوفوا فالابليكيشن ملي كتكون كلشي الاوراق اللي طالبين وجميع المعلومات قدمتها وجميع الامور المتطلبه قدمتها فالابليكيشن كتبقى 25 يوم وكيجاوبوك بالقرار النهائي واش انت مقبول ولا لا. هنا شرح على هذه الخطوات يوم ثلاث ايام، فكيكون واحد الموظف كما قلت لكم تاع وزاره الهجره اللي كيشوف الابليكيشن ديالك. من بعد كاين ريفيو، يعني واحد الموظف تاع وزاره الهجره كيدير ريفيو ديال الابليكيشن ديالك وكيعطي واحد الملاحظات لشخص اخر اللي من بعد اللي هو اللي كيعطي القرار النهائي باش انت مقبول ولا لا، وكيوصلك ايميل كيقولوا لك بانك واش مقبول ولا لا. خوتي قبل ما نكملوا هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك الاعجاب نشر الفيديو حتى تعم الفائده دون نسيان الضغط على زر الجرس حتى يصلكم جديد قناه صوت المهاجرين في كندا. فكما قلت لكم في الحلقات السابقة كنت حطيت هذا الويب سايت كندا كارير سايتس اللي من خلاله يمكن لك تلقى عرض عمل ويمكن لك تلقى عقد عمل. بطبيعة الحال القضية سهلة، يمكن تحط المهنة ديالك وتحط مثلا اسم مقاطعة تعزل المقاطعة اللي بغيتي، ومن بعد تدير المدينة ودير البحث على المهنة وغتعطيك مجموعة من المهن واختار المهنة اللي تناسبك بطبيعة الحال. الان وصلنا للاستمارة، فهذا هو الويب سايت، هذا هو البرنامج العمال المهارة. فهنايا كيفية التقديم على هذا البرنامج، فكتدير apply to skilled worker online كتكون عبر الانترنت. فهناك مجموعة من الامور اللي ديجا مسجل فيمكن يكتب الايميل ديالو لكن خاصو الكود. بالنسبة لأي واحد جديد فيمكن له يضغط على New PNP Registration فكتبدأ الاستمارة اللي هي 10 محاور أو 10 مراحل. هنا كيطلبوا منك واش عندك العرض عمل. بطبيعة الحال اللي درتي نو فكتسالي غيقولوا لك بأنك غير مقبول، فخاصك تكون عندك عرض عمل. من بعد كتنزل تحت كتعطي الايميل، مثلا اعطي اي ايميل ديالك، ومن بعد كتدير اي اجري
ومن بعد كدير نيكس، فكيعطيوك نوع تاع الابليكان. كاينين ثلاثه الانواع، يا اما سكيلد وركر عبر عن طريق الانتري اكسبريس، ولا الانترناسيونال جراديات بالنسبه للستودنت اللي خادوا الدبلوم ديالهم، ولا بالنسبه سكيلد وركر هذه اللي كنتحدثوا عليها. في طبيعه الحال غادي دير دان وغادي تنزل، غادي كاين مجموعه من المعلومات خوتي، كاين مجموعه من المعلومات، تاريخ ازدياد، الاسم ديالك، الدوله تاع الازدياد اللي تزاتي فيها، الجنسيه الاعلى، ايديوكيشن عندك، وحنايا خاصك تملى هذه الاستماره باش تدوز المستوى الثالث والمستوى الرابع والخامس والسادس وانا ذاك. فهذه استماره يمكن اي واحد يدخل، الى عنده اي استفسار يمكن يسولني ويمكن نعمر معاه الاستماره، ما كاينش مشكل. خوتي هذا بالنسبه لهذا البرنامج، هذه المقاطعه الصغيره كما قلت لكم. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، وتبارك الله عليكم. خوتي لا تنسوا الاشتراك، الاعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائده، دون نسيان الضغط عن زر الجرس حتى يصلكم الجديد. لا تنسوا موعدنا يوم السبت على الساعة 2 بتوقيت كندا، 8 بتوقيت المغرب. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاخوتي كنتمنى هذه الحلقة تنال الإعجاب ديالكم، كما شفتوا حلقة غنية، مجموعة من المعلومات. اللي عنده أي سؤال على هذه المعلومات فيمكن لي يخلي لي السؤال ديالو تحت من الفيديو، وراه كنجاوب أي واحد حط لي سؤال كنجاوبو. معذرة اللي ما جاوبتوش، راه غير ما شفتش السؤال، ولكن في معظم الأحيان فكنجاوب أي شخص. بالنسبة للسير الذاتية المجموعة اللي قبل من الأخيرة راني اتصلت بهم وعطيتهم المعلومات المتعلقة بتصحيح السيرة الذاتية ديالهم، بقى لي مجموعة اللي غنتصل بهم الأسبوع الماجي. خوتي إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، إعجاب يعني الإعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائدة، دون نسيان الناس لأول مرة كيدخلوا قناة صوت المهاجر في كندا. فخوتي ضغط على زر الجرس باش يوصلكم جديد قناة صوت المهاجر في كندا. خوتي دون أن أطيل عليكم، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.